السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين نتكلم في حاجة سريعة في الحلقة دي أو خبرين مهمين. أولا أنا عايز أعمل توضيح لجماهير منتخب الجزائر أو إخواننا الجزائريين. أولا أنا لما قلت تعصر منتخب الجزائر أنا مش أقصد حاجة وحشة، يعني النهاردة لما يكون منتخب بيلعب فيه رياض محرز زي بالضبط منتخب مصر اللي بيلعب فيه محمد صلاح، التعادل امام الجابون او التعادل امام بوركينا فاسو انا بعتبره للمنتخبين دول هو تعثر، لان المفروض الطبيعي ان المنتخبين دول يفوزوا بالثلاث نقاط بتوع المباراتين دول. ولكن انا قلت في الحلقه بتاعت اللي فاتت ان منتخب الجزائر هو منتخب قوي وسيتاهل ان شاء الله لكاس العالم ويستحق ذلك، ولكن التعثر جاء بايد منتخب الجزائر. لكن انا مش اقصد ان منتخب الجزائر منتخب ما كانش قوي ولا منتخب ما يستحقش الفوز، لا هو يستحق الفوز لانه في كمية لعيبة قوية جدا، فمنتخب قوي كان لازم ياخذ الثلاث نقاط بتوع الماتش ده. كده احنا يا جماعة عملنا التوضيح ده، هنخش على اول خبر. اول خبر ان جمال بالماضي يعني بالاخر كده بيقول انه مش عاجبه التحكيم الافريقي وبيقول انه تعرض لظلم، وبصراحة عنده حق. يعني كرة رامي بن سبعيني كانت تستحق طرد وكرة رياض محرز تستحق ضرب الجزاء. انا شفت الاعادة للكرتين الاثنين والاثنين ما فيهمش فصال، ولكن انا عايز اقول حاجة واحدة بس، هو ده الاتحاد الافريقي وهي دي الكرة في افريقيا. يعني انا بقول ان الاتحادات العربية للأسف للأسف لما تمتلكهم من قوة وثقل، يا جماعة العرب هم مسيطرين على كل البطولات في افريقيا. يعني بطل كأس أمم الافريقية الاخيرة هو منتخب عربي، بطل دوري ابطال افريقيا اخر سنتين هو النادي الاهلي المصري، يعني بطولة الكونفدرالية عندنا مثلا نادي الرجاء هو البطل. فانت بتتكلم على ان العرب هم اللي مسيطرين على الدنيا دي كلها. طب ليه بقى؟ انا نفسي افهم حاجة واحدة بس، ليه ما يكونش الاتحادات العربية تضغط على الاتحاد الافريقي ان احنا يا جماعة عايزين اولا يكون كل الملاعب يعني يتم صياغتها من اول وجديد، الملاعب اللي تستحق ان يتم عليها تصفيات، وبيتهيألي هم عملوا الموضوع ده بس مش قوي. تاني حاجة انا مش فاهم ليه ما يكونش فيه فار. يعني احنا عندنا دلوقتي في شمال افريقيا مصر فيها فار، مش عارف الجزائر فيها ولا ما فيهاش، لكن احنا عندنا فار هنا في الدوري المصري الدوري العام، يعني عندنا السيدات مؤهلة ان هي تستضيف يعني بعض الماتشات بالفار. عندنا بتهيالي هيكون في المغرب اكيد في فار، اكيد تونس ممكن يكون فيها فار. ليه احنا ما نقولش ان يعني نفرض على الاتحاد الافريقي ومش بيدخل له قليل، يعني البارتنرشيب مع شركه توتال، وشركه توتال شركه بترول شركه كبيره، ليه انت ما تجيبش شركه توتال؟ والله انا عايزك تعمل لي فار في الحته دي والحته دي والحته دي، يعني كذا كذا استاد تختاره في كل بلد اللي فيها تصفيات ويعمل فيها فار على اقل تقدير ان انت تبقى ضامن النزاهه. لكن انا بتهيالي ان الاتحاد الافريقي مش هيعمل حاجه لان هم سايبينها كده وبكل واحد ماشي بمزاجه في الاتحاد الافريقي. فيا جماعه منتخب الجزائر، عشان كده انا قلت في الحلقه اللي فاتت منتخب الجزائر يخش يخلص وياخد حقه بنفسه، ما نستناش الحكام ووجع القلب بتاع الحكام ده. فان شاء الله باذن الله نتمنى الفوز لمنتخب الجزائر لانه فعلا تعرض لظلم في مباراه بوركينا فاسو، وبالتالي برضو ماتش كاس العالم اللي كانت لعب في بوركينا فاسو كانت المباراه الفاصله في تصفيات كاس العالم 2014 شهدت برضو ضرب جزاء كانت جايه كده، ولكن بوجرة قدر انه يحسمها في الجزائر وصعدت الجزائر. فان شاء الله منتخب الجزائر هيصعد لكاس العالم باذن الله، وده انا يعني بتوقعه نتيجه الاداء القوي والعناصر اللي بيضمها منتخب الجزائر. ده كان اول جزء من الحلقه. الجزء الثاني كارلوس كيروش البرتغالي 67 سنة هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر، وزي ما قلت لكم في حلقة من يكون منتخب او مدير منتخب المدير الفني للمنتخب المصري في الفترة القادمة، انا قلت عن نفسي المفروض يكون مدرب محلي، ولكن انا لا اضمن قرارات اللجنة الثلاثية برئاسة احمد مجاهد. وفعلا النهاردة عملوا يعني خدوا قرار تعيين كارلوس كيروش، وده بيقولوا ان هو من توصيات من فينجادا اللي هو برضو البرتغالي المدير بيقولوا المدير الفني للاتحاد اللي انا معرفش وظيفته ايه. يعني فينجادا مره واحده طلع هو ده المدير الفني للاتحاد المصري وهو ده اللي عمل توصيه باختيار كارلوس كيروش. كارلوس كيروش هيجي ب عنده معدين، يعني في تحليل اداء وفي تحليل او للمدرب بدني، ولكن تم تعيين ضياء السيد هو مدير او مدير الكره في المنتخب ومساعد محمد شوقي ومدرب حراس مرمى عصام الحضري. بالنسبه للمرتب لسه ما حدش اعلن رسمي عن المرتب، ولكن يقال ان هو مش هيقل عن 80,000 دولار في الشهر، يعني ما يقارب حوالي 1,250,000 او 1,250,000 مصري. فطبعا
هيكون طبعا يعني انا مش بقول ان هو كتير، ولكن المشكلة في العقد اللي بيقال او بيصار. طبعا انا بقول لكم الكلام اللي هو مش رسمي، يعني لسه الراجل هيجي الاسبوع الجاي ويمضي مع الاتحاد المصري، ولكن الكلام ده تسريبات كلها. التسريبات بتقول ان هو المهمة الرئيسية بتاعته الصعود لكاس العالم، وفي حالة الفشل في الصعود لكاس العالم سيتم توجيه الشكر له واقالته. طيب النهاردة انا عايز اسأل سؤال، هو مش فيه كمان شوية عندنا كاس العرب؟ دي بطولة. مش عندنا كاس الامم الافريقية؟ دي بطولة. هل حد اتكلم معاه في البطولتين دول ولا هو جاي لكاس العالم بس؟ دي نقطة. النقطة التانية، ده بيفكرني بالظبط ليه شكل بالظبط المنتخب بعد ما كان تم اقالة شوقي غريب في 2015 والتعاقد مع هيكتور كوبر. فهل يسير كارلوس كيروش على خطى هيكتور كوبر؟ وهنا مش بتكلم انه صعد لكاس العالم، لا، انا بتكلم ان احنا المنتخب بتاعنا من ساعة ما مسكه هيكتور كوبر وتحس ان ربنا اصابه اللعنة في الاداء. كنا بنكسب وصعدنا كاس عالم وكلام، بس مش ده منتخب مصر. يعني احنا بعد هيكتور كوبر اتبهدلنا يا جماعة، احنا بعد هيكتور كوبر حرفيا المنتخب المصري اتبهدل. مفيش اداء، مفيش شكل، المنتخب اللي هو يعني يفرض شخصيته على الخصم مش موجود، لان هيكتور كوبر كان بيلعب بطريقه باسل صلاح، اديها لصلاح وصلاح يجري. طبعا صلاح دلوقتي ما ينفعش الكلام ده، لان خلاص كل الناس فهمت محمد صلاح وفهمت اداء محمد صلاح. فانت محتاج مدير فني يقدر يقعد ويقدر يحط خطط ويقدر ان هو يطور في الاداء. هل كارلوس كيروش هيقدر يعمل الفكره دي؟ طبعا كارلوس كيروش درب منتخب ايران، درب منتخب الامارات، درب منتخب السعوديه، كان مساعد فني في نادي مانشستر يونايتد للسير اليكس فيرجسون، درب منتخب الشباب البرتغالي اللي كان فيه لويس فيجو ودييجو كوشتا والناس دي كلها. فيعني راجل عنده خبره كبيره، ولكن الفتره الزمنيه اللي هو جاي فيها كان صعب جدا. يعني انا اسال سؤال، اللجنه الثلاثيه معينه بقى لها فتره، انتوا جيتش فكرتوا دلوقتي الا تقيلوا حسام البدري وتجيبوا كارلوس كيروش؟ فبصراحة انا مش فاهمها، يعني انا مش فاهم الفكرة هتوصل لحد فين. ولكن كل ما انا بقوله ان الفترة اللي جاية العامل النفسي هيكون هو الفيصل. خبرة اللعيبة المصريين وقدرتهم ان هم يلعبوا، ان هم بيلعبوا باسم مصر واللي انا بقول الجرينتا، هي الحاسم، مش هيكون المدير الفني. المدير الفني ما يقدرش في خلال شهر ان هو تقدر تحكم عليه، او خلال تصفيات في 5 شهور تقدر تحكم عليه. انت مش مديله فرصة. يعني هيكتور كوبر جه في 2015 صعد كاس العالم 2018، وهيكتور كوبر كان وصل مع المنتخب لنهائي الدوري، نهائي الكان او كاس الامم الافريقيه. لكن الفكره اللي انا بتكلم فيها، انت ازاي واحد انت عندك ماتشين مع منتخب ليبيا ودول هم المحك الرئيسي، يعني دول هم اللي هيبينوا اذا كان الراجل ده هيكمل ولا مش هيكمل. لانك انت اذا عملت اي نتائج سلبيه مع منتخب ليبيا اعتبر بنسبه كبيره ان انت بره الحسابات، لان مش هيصعد من المجموعه غير المتصدر. فانت خلاص يعني انت هو اوريدي فارق عليك بنقطتين، فاي نتيجه انت محتاج ان انت الماتشين الجايين حياه وموت مع المنتخب الليبي. فبصراحه هنشوف كارلوس كيروش هيعمل ايه مع المنتخب، ويعني انا مش متفائل جدا اخر حاجه، ولكن ربما تحدث المعجزه وخبرات اللاعبين المصريين تحسم الامور، زي محمد صلاح، زي محمد شريف، مجدي قفشه، كل اللعيبه ديت ممكن تحسم لك الدنيا. ولكن طبعا لازم انا بقول يكون العامل النفسي هو اهم شيء للمنتخب المصري الفتره القادمه. دي كان الخبرين المهمين معانا، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية، وإن شاء الله. وما تنسوش يا جماعة أنا عملت حلقة للمدرب الجزائري الجميل جمال بالماضي، هسيبها لكم الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف. واتمنى تدعموا القناة باشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وأحب أشوف رأيكم في الكومنتات ورأيكم في المحتوى نفسه عشان نقدر نحسنه لأحسن حاجة تقدر ترضيكم. وطبعا أنا بشكر كل الناس اللي بتدعم القناة وكل الناس اللي دخلت القناة عندي، شكرا لكم كلكم من القلب، كلنا إخوان وكلنا نتمنى الخير لبعض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.